ايه ده العشق لحظة سحر بيبان يسرق من الشفا الدفا ولحظة حنان وبيرسم الذكرى حلم على الحيطان وجوا حيطان كتب قصص وكلام مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام دقت قلب ضحكت عيون نامت كمان مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام دقت قلب ضحكت عيون نغمت كمان بصصنا بنختلف نبقى جيران إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام دقت قلب ضحكت عيون نغمة كمان بعدين سيد متولي رح يضل كل واحد منا قاعد بزاوية وما بنحكي مع بعض والله يا سيد مفيد أنا قررت من هنا ورايح إن العلاقة بيني وبينك حتبقى رسمية قوي وده ليه بقى لأن أبويا جالي في الحلم وقال لي يا متولي يا حبيبي ما تتكلمش مع مفيد ولا لسانك يجي على لسانه وليش يعني أنا ما حدش بيجيني بهالمنام من أهلي وبيخلي ما تحكيش مع متولي مع أنه أنا وياك تعشينا نفس العشاء ونمنا بنفس الوقت عشان أنتوا عيلة واطية بلس إنها زبالة متولي احترم حالك احترم حالك ها أنا ما بحكيش حدا إلا ضمن الإطار العلمي فهمت؟ بس بلا بحث علمي بلا بطيخ أنت أصلا اهلا 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 مدموزيل فتون لا 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 خالص لا مش هتاخر مسافه السكه بس اغير هدومي وهنبقى عندك على طول داكور اتوت الاغ انت يا ابني ايوه انت ابو ابيض اللي قاعد هناك عفوا بلا عفوا بلا بتاع يلا قوم احط حاجه عليك كده والبس حاجه عليها القيمه عشان نروح للبنت سوا اسا انت مقتنع انه هذا البني ادم اللي اسمه جو جاي ينقذنا كلياتنا مقتنع ده انا عندي ايمان كامل ان المستر جو مش هيفتح لي طاقه القدر بس ده هيفتح لي ابواب السعد كلها على مصر عيها يلا ما تقعدش تغي كتير اخش البس ارجع لك جهزت بلكي عن جد طلع السيد جو بده يساعدنا ليش لروح حالي هالفرصة لازم قوم سيد
ضيف انا مو نبهتك انه هذا الشخص اللي اسمه جو اذا فات على البناية بدي اكسر اجره؟ اصلا الكافيتيريا مو جزء من البناية، ف وين ناوي تستضيفه يا بعدي؟ تنصب له خيمة بالشارع؟ ست مرام ليش دائما ما تقدرين الوضع؟ شوفي اخوة يبي يفتح مشاريع، بيحول حياتنا الى ماني، ماني ست مرام. اذا بيفتح لك مغارة علي بابا ممنوع يفوت لهون وبدي اكسر اجره، وقد اعذر من انذر، وانا الك بالمفصل. كثير بتحكي انت، كثير بتحكي. طب انت مش هتاكلي معنا يا لطيف؟ شو بيكرهوك يا مفيد وبيغاروا منك الشباب والصبايا؟ اللي انا بيغاروا مني؟ ايه ليش بيغاروا مني؟ لو بتعرف كمان شو بيحكوا عنك وشو بيقولوا. شو بيقولوا؟ بيقولوا ان ابحاثك كلها طاحنك وما لها اي معنى وسخيفه كثير. انا ابحاثي كلها طاحنك وما ليش معنى؟ هني عم بيحكوا هيك؟ ايه؟ لا فرشيهم. لك تعال تروح، خلص شو بدك فيني؟ بعدين هلا رح يوصل جو، قوم تعال اقول لك تعال. اللي على عيونكم شو قارحين. يا جماعة ترى أنا خايف، ست مرام راسها يابس، ترى ما بتدخل مستر جو البناية، أنا عارفها. كفاية كفاية جبني بقى، حنفضل لحد إمتى خايفين من مرام؟ أهلا ست مرام. جت جت يا ديك يا نافش ريشك، شقفة صوص جبان. شقفة؟ أنا لو سمحتي أنا مش شقفة. لك يا جماعة يا جماعة شبكن، طولوا بالكن شوي. صدقوني إذا سيد جو ارتاح لكم وحبكن رح يغير لكم حياتكم 180 درجة. أنا مثل ما عم قلكن. وبعدين إذا حبكن السيد جو وارتاح لكم رح يغير لكم حياتكم ويعيشكم باللوج وبالنعيم، صدقوني. وهي القائمة ها رح فرجيكن إياها، تفضلوا اطلعوا عليها. فيها الشغلات اللي بحب السيد جو واللي بكرهها. تفضلي نضاله. عفوا، قائمة اللي بيحب السيد جو وبيكرهها؟ انا بيي ما بعرف شو بحبه وشو بيكره، شو هالحكي هيدا؟ يا ست فتون بتقولي لنا نضال ما بقى تخرب لنا حياتنا واحلامنا، واذا مش عاجب الوضع فيها تروح بلط البحر. يا ست فتون بتقولي لها للي قاعده حدي انه تحترم حالها، مش انا اللي بنحكى معها هيك حكي. لك يا جماعه السيد جو رح يوصل بعد شوي، بتمنى منكم فرصه واجت لعندكم ما تروحوها. أنا بفرجيكن يا كلاب، إذا ما طربقتها فوق راسكن أنتو هذا اللي اسمه جو، ما بكون أنا. وصل وصل السيد جو، تفضل على الكلام. أهلين سيد جو. مرحبا. أهلاً سيارتك. السيد سيف الأونر تبع البناية. مستر جو أهلا وسهلا. هلو سيد نضال. نضال عبد الحق. أهلاً أهلاً، تشرفنا. الآن سي سمر. أستاذ مفيد ذهني أبو الذهب، أخصائي علوم بحثية واجتماعية ونفسية. أهلا وسهلا سيد سيف. الحقيقة من أول ما ظهرت للمكان تراءى لي عشرات الفرص الاستثمارية، وهذا الشيء ببشر بالخير، وتراءى لي حركة سياح وحركة اقتصادية مكتظة. تشرفنا مستر جو. أول شيء هذه زيارة مينونة. ميمونة. احنا نتشرف بحضورك مستر جو، يعني شخصية نفسك شخصية أكابر، أنا كوني صاحب البناية أتشرف بحضورك. ما أقول لا مستر جو، هلو. ثانك يو. الحقيقة أنا جاي أتعرف عليكم كلياتكم لأنه أنتوا الجيل الصاعد. معلش أصل التقديمة بتاعتها ليا ما عجبتنيش، فعايز أقدم نفسي من الأول. أحب أقدم لك نفسي، أنا الشيف متولي، اشهر شيف مش في البنايه بس، لا في البلد كلها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بس سعادتك عرفت منين ان انا بحب الورد؟ ميرسي قوي. هدول مش ليك. تفضل تفضل سيد جو، تفضل مكاني. تفضل. معقول يكون حاطط بباقة الورد سلاح أو قنبلة موقوتة؟ وقف بأرضك، لا تتحرك ولا حركة، لا تقرب لهون بنوب.
وقفت، اصلا ما فيني اقرب اكثر من هيك، لانه الاشعاع اللي عم يطلع من عيونك والبريق اللي عم يطلع من روحك خلاني عاجز عن الرؤيه. شوفي بهي البوكيه الورد، اه شوفي سلاح هي. ما عرفت شو بدي جيب لك معي، يعني معقول الواحد يجي على الحديقه كلها على بستان من الورود ويجيب ورد معه؟ مبين عليك انت من جماعه اللي بيطقوا حنك. اسمحي لي ستنا، لازم أرد منك شوي لأنه في حكي خاص كتير لازم قلك يا، وأنتي مثل ما لك شايفة العزال معبين المكان، فاسمحي لي أقرب. الله يستر، بس أكيد مرام قاعد بهدلة. لك لا، مرام ما بتعملها، هي أذكى من هيك. مش متفائل. أعطوه مش متفائل. هسكت أنت. خلص يا شباب، خلينا نسمع شو عم يحكوا. لك خلصني أحكي شو بدك لعيت قلبي. عفواً ست مرام، اسمحي لي أوضح لك شغلة، إنه أوعك تفكري إنه أنا جاي كرمال شلعة الأولاد هدول، أبداً. أنا جاي لهون لحتى أتعرف على شخصيتك الخاصة والخاصة جداً والمستحيلة التي لا تتكرر. يعني مو معقول موت قبل ما كحل عيوني بمرآك. طيب ماشي، هيك حلت عيونك، خلاص قلي شو بدك. اسمحي لي أقدم لك هالبوكيه ورد ست مرام، لأنه جمعته بإيدي وردة ورا وردة، وردة ورا وردة، وردة ورا وردة. تفضلي. بشكرك من جوات قلبي لأنك جبرتي بخاطر قلبي المكسور. اسمحي لي هلأ أروح شوف الجيل الصاعد. وانت صاعد ابعث لي السيف، عاوز تكتب كلمتين ضروري. تكرم عيونك، تكرم عيونك ست مرام. ست مرام ما تحش تلزق فيني. يلا بالاذن. روح عينك شو مزوق. يا سلام يا سلام، شو رومانسي. انا اسف يا جماعه اخرتكم، سامحوني. سيد سيف، الست مرام بدها اياك. طيب انا دنكم شباب، تفضلوا تفضلوا. شرف. هذا فضل فضل، نورنا والله. خير ست مرام؟ ست مرام لك ايه؟ شوفي قاعد اكلمك، ليش شاردة؟ لا شاردة ولا بطيخ، عندي وضع امني، شردت شوي بس. وينك؟ خلي مسيو جو يقعد يسكن بالبنايه. من صدقك يعني خلاص يسكن؟ ثانك يو، والله كنت عارف انه ما راح تكسرين بخاطري. هذا مو على سواد عيونه، بده يضل تحت المراقبه. طيب طيب معلش معلش، فهمت عليك والله، بس ايش رايك نروح نتغدى مع بعض الحين؟ وطال النجم ما بتنطال بعلقها بصدرك لولي، طال النجم اللي ما بتنطال بعلقها بصدرك. شو بكي؟ ليش هيك زعلانه؟ كان نهار كثير حلو. بدي اعرف وين فوتون اخذته لمستر جو، ما صدقنا انه وصل لعنا. شو كان عبالك تسهر وتنطري يعني؟ شو بدك؟ بس كان هو على اساس جاي يحكي عن الشغل، وكل ما بده يفتح السيره بيجي هيدا الدب مفيد وبيحكي عن موضوع ما له طعمه. هلا انت شو متوقعه يعني؟ متوقع ان السيد جو يعني جاي يحمل عصا سحريه وفجاه بيقول ابرا كدبرا فشت تنسحر بتصيري نجمه مشهوره؟ حتشلني حتشلني يا مفيد. الراجل قاعد بيتكلم عن مشاريع وامال ونظريات مستقبليه وفلوس، وانت بتنعطط في بقه وكل شويه تقعد تقول لي نظريتي الفلسفيه ومش عارف ايه. يا اخي يا اخي حرام عليك، هتموتني ناقص عمر. ولك يا متولي اني كنت عم انقل حوار لمستوى راقي، افهم يا بني ادم. بعدين الست فتون شو قالت؟ لا تحسسونكم طمعانين، بس انتو الطمع كان عم يشر من عيونكم شر يا اخي. احنا اللي الطمع كان بيشر من عينينا. ده هو انت سمعت الراجل بيقول هيخلي متولي اشهر شيف، اتجننت ركبك عفريت فشرت. انا كل فكري كان بجائزة نوبل للسلام والابحاث فقط لا غير. جائزة نوبل للابحاث والسلام فقط لا غير؟ مش مطمن لك يا مفيد. على فكرة يا مفيد، الراجل كده ممكن يكبر دماغه وما يجيش فعلا. واحد مثل هذا يا حبيبي
بيعيش بيوتيل سبع نجوم، مش مثل حكايتنا هون قاعدين بهالشقة. يا نهار اسود يا نايل، يعني خلاص املنا واحلامنا كلها راحت؟ هيك قلت لك، هيك ظني. هيك ظني؟ يعني ايه يا مفيد؟ ده انا قايم نايم بحلم بالموضوع ده يا مفيد. ده انا خلاص رتبت حياتي على المستقبل والكلام والاحلام والامل اللي قالها الراجل. فتح لي مساحه لبودكاست الشاي لسه. حط الشهاد دول كده بس، حطها هيك. صدقوني ما رح يرضى جو، بعرفه طول عمره بينزل باهم اوتيلات بالعالم. بدك اياه يجي ينزل هون بالشقه عند الشباب؟ نو واي. ها وهي متولي كمان عم يسال عن نفس القصه اكيد. طنشينا متولي هلا، قولي لي عن شو كنت عم تحكي؟ حبيبتي يعني الحل الوحيد انه نعمل تنظيف غير شكل للشقه، وانا بعرف جو قلبه طيب، اذا ترجيته يمكن يقبل يجي، ما بعرف. ليكو انا كنت حيل في يمين ما اتدخل، بس انا ما بحياتي اتدخلت لا بالماضي ولا هلا ولا بالمستقبل. فهمتوا انتوا اثنين؟ انت فوتون كابيش؟ كابيش. تعجبيني. اوكي بيبي. رجال انت. يعني انا نفسي افهم انت بتفهم ازاي. بقول لك يا مفيد قفلت خط التليفون في وشي. طيب بلكي مشغول يا اخي، عندي شي قصه على تعملها بهالليل، شو بعرفك؟ قصه انت الاخر يا مفيد، واحده وحلوه وجميله وزي القمر، تكون في الوقت ده بتكلم مين؟ ها بتعمل ايه يا حبيبي؟ البنات الحلوين اللي زي القمر بيعملوا كثير شغلات بالليل، وهذه دراسه نفسيه انا متاكد منها. والله يقطع دراستك النفسيه كلها، فرديت نفسي. يعني خلاص الراجل اسمه جو ده بخ كده مشي، طبعا قعدت تتكلم قدامه ورك 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 وانت رغاي اساسا، الراجل اتخلق منك. شو كل شغله بتعجبكش بتلزقها فيني انت؟ بعدين يفل السيد جو، حياتنا مكملة بي ولا بدونه؟ على رأيك. بقول لك ايه، تحب بكره على الغدا اعمل لك مكرونه بشاميل ولا باميه؟ حبيت صبح على الجمال والأنوثة، بس يعني معقولة مستر جو؟ يعني معقولة لهالدرجة صعب إن إحنا ننجح البناية مع بعض ونخلي الأوضاع تزدهر؟ نحن بدنا نخليها تزدهر، ولكن هناك مجموعة شروط لازم تتحقق، وأهمها تخريب العلاقات في الأبنية المجاورة. بس مستر جو إيش دخل الأبنية المجاورة؟ يعني إحنا شنو نبي منها؟ هناك قاعدة تقول أنه يجب أن تبني نجاحك على فشل الآخرين. بس عفوا منك مستر جو، يعني ما نقدر ننجح كلنا مع بعض ونكون بيسفول؟ انت بدك بيسفول ولا بدك تقاتل الناطور؟ لا تناقشني، اذا بدك تنجح لا تناقشني. لا لا طبعا طبعا ابي انجح مستر جو، بس يعني من غير ما انظر احد ثاني. نحن لازم نخرب العلاقات بالابنيه المجاوره، وانا عندي خطه كامله متكامله لهذا الموضوع، عم تفهمني؟ بس يعني مستر تفضل اشرب قهوه. لا انا مش موافق على شيء. أنا بس بدي أفهم، أنتوا ليش عم تتعاملوا مع شقتنا كأنه زريبي؟ كل شوي بدها تعقيم وتنظيف، شو القصة؟ خلاص 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 يا مفيد، لو وافع على التنظيف ننظف يا أخي. أي متى بده يوصل الأفندي تبعك أنت؟ ما بعرف، ما عندي جدول أعماله، ممكن يشرف بأي لحظة. خلاص خلاص يا جماعة، خلاص بقى، إحنا لازم نتحد ونحط إيدينا في إيدين بعض عشان نروق البيت. هو ده الكلام الجميل بقى. كوك 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 بق بق بقيق بق 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 بقيق. شقفة جبان انت، تقبرني انا ما بنظف لحدا، ما بحياتي نظفت ولا رح نظف كرمال حدا. بصراحة انا بدي احكي رأيي ست نضال، انا اكثر شغلة بتعجبني فيكي مواقفك الثابتة. عم تتساءل انت؟ ابدا. عم تتساءل؟ شوي. عم تتساءل؟ ابدا. نكاية فيك يا مفيد رح نظف. مفيد آه.
خلاص احنا لازم بقى ايه كلنا نتحد ونخش ننظف البيت. احنا هنعمل الشغل الكبير والتقيل. انا هسيب لك ابسط حاجه واحلى حاجه حبيبي، تنظف الحمامات بس. بس وجوه الحمامات في شويه لبس ده اغسلهم بالمره، وانت راجع هتخش على المطبخ في شويه حاجات كده هتطبخها. هشطف الدرج بعدين برجع. سمر يا حبيبتي، انت هتفضلي واقفه كده معانا ماما، احنا كلنا نخش ننظف، انت هتقعدي يا شريف فيلم كرتون. اوكي متولي. ايوه زبط. يا صباح الخير، يا صباح الرضا والأنوار، يا صباحك عسل يا مرام. أهلين جو، قصدي سيد جو. تسلمي لي يا رب، يعني الواحد بيحتار شو بده يجيب معه. لا تواخذيني، اتفضلي. كلك ذوق. ليش أنت ما نمت بالبناية؟ أنا عطيت أوامري أنه أنت تنام بالبناية. ولا ما بتقدر المدام إلا أنت تنام جنبها؟ اي مدام يا مدام، لا في مدام ولا في شيء. يعني معقول انت مالك مرتبط؟ يخزي العين، شاب مثل النخله ولهلا ما تجوزت؟ بقصد انه انت رجال كبير ومحترم، المفروض يكون عندك اولاد. صدقيني يا ست مرام، لهلا ما لقيت الانسانه اللي ممكن تشغل لي بالي وتعبي لي حياتي. او خليني اكون صادق اكثر مع حضرتك، يمكن بلش قلبي يدق، وإن شاء الله الإنسان اللي ببالي تكون حاسة فيه. يعني عم تفكر ترتبط وتستقر؟ طبعاً عم فكر بالارتباط، وإن شاء الله إن شاء الله يرضى اللي ببالي. مين في بباله؟ ثانية عفواً. ألو؟ أيوة؟ يلا يلا جاييكم فوراً، ما بتأخر. لا تواخذيني، لازم اطلع لعند الشباب شوفه، منكمل حديثنا بعدين. اوكي على راحتك، as you like. بالاذن. الله يجيرك، عينه صابطه يمكن عيني. لك شبكني انا، شبني شو صار لي؟ خرب بيتك من حالي، تروي شوي ايدي لا تنجلقي. شبك ضاربه؟ شوفي مو على أساس صاحبك هذا جو بده يزبط لك الكافيتيريا ويأمن لك البناية ويصيروا باللوج؟ ست مرام، جو قال لي كلام وايد يخوف. جو رجل محترم ما بيخوف. حن مصدقت أنت اللي قاعد تتكلمين؟ طبعا عن جد عم بتكلم. هي أول مرة تشوفش تمدحين أحد. سيف شو رأيك نشرب أنا وياك فنجان قهوة وبهالقعدة بتقلي جو شو بيحب وجو شو بيكره؟ أوكي؟ زين، يعني ليش تحبين كل هالمعلومات؟ مو شي، ترتيبات أمنية أنا عاوزتها كتير ضروري. ست مرام يعني تصرفاتك وايد غريبة صايرة. وينك؟ جاني باقة ورد، جيب لك نصة؟ طماس